جاء عند أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إنه وهو حديث صحيح إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، كما قال ابن القيم رحمه الله إذا جاءت في النصوص فإنه يستحيل أن تقع شرعا أو عقلا، فكلمة لا ينبغي تدل على أن الشرع لا يؤيد مثل هذا.